بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى وكل في فلك يسبحون؟ انظروا أيها الأحبة، لو ذهبنا إلى أدق الأجزاء وأصغرها وهي الذرة، نجد أن الذرة فيها إلكترونات تسبح حول النواة الموجبة. هذه الإلكترونات شحنتها سالبة وتسبح بصورة سريعة جدا. لو انتقلنا بعدها إلى كوكب الأرض والمجموعة الشمسية، نراها أيضا تلف وتسبح حول مركز هو الشمس. الشمس تدور حولها هذه الكواكب في أفلاك. فلك يعني مسار محدد. لو انطلقنا وخرجنا خارج المجرة أيها الأحبة، نرى النجوم في مجرتنا وعددها أكثر من 200 مليار نجم، كلها تسبح وتدور بحركة جريانية هكذا حول مركز المجرة أيضا. ولو خرجنا خارج المجرة لرأينا أن مجرتنا أيضا تدور وتسبح في حركة جريانية لا يعلم شكلها إلا الله حول مركز للمجرات. وهكذا كلما أبحرنا في هذا الكون نرى أن الحركة الأجسام في أفلاكها هي المسيطرة على هذا الكون. لذلك قال تعالى وكل في فلك يسبحون. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.